بتتكلم عن فكرة انه في وزارات ربما اخرها وزارة الاوقاف بتقوم بضخ سيارات لتوزيع وبيع اللحوم. السؤال هنا يا فندم، تحبي تسالي تحبي تاخدي اتصال؟ طبعا يعني انا بس فضلت الشيخ. طيب بعد اذن حضرتك دكتوره شيرين يا فندم اللي هتقول لك يمكن تخوفها ايه او تخوف واعتراضات الطب البيطري ايه، ونسمع الرد من حضرتك. اتفضلي يا دكتوره. صباح الخير يا فضلت الشيخ. صباح الخير يا دكتوره، يا مرحبا. اهلا وسهلا بحضرتك يا فندم. تم ورود اخبار لينا ان في عربيات تابعه لوزاره الاوقاف بتبيع لحوم، واللحوم دي حاطين لها تواريخ صلاحيه سنه. عايزة أعرف مدى صحة المعلومة. هل العربيات دي في عربيات تبع لوزارة الأوقاف بتكون فين يا فندم؟ في إشراف بيطري عليها ولا لأ؟ يعني المنظومة نحب نعرفها من حضرتك. طيب بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، إحنا في وزارة الأوقاف قبل عيد الأضحى المبارك بشهر أعلننا أن إحنا هنجمع حقوق الأضاحي لنقوم بالوكالة، نضحي عن السادة الذين لا يستطيعون أن يضحوا في أماكنهم في الشقق أو في الأماكن الأكثر ازدحاما، ونقوم بدور نوزع فيه لحوم الأضاحي على مستحقيها من الفقراء والمحتاجين في الأماكن الأكثر احتياجا والأكثر فقرا. وذلك تم بالتنسيق مع وزارة التموين ووزارة التضامن ووزارة التخفيف، الأربع وزارات متضامنة، وتم بروتوكول بين الأربع وزارات. وبناء عليه كان دور وزارة الأوقاف ينحصر في جمع الأموال وطبع صكوك الأضاحي وتوزيعها عبر أئمتها في جمهورية مصر العربية من أسوان إلى الإسكندرية. وبناء عليه تم عمل تم تحصيل 13 مليون جنيه في رقم قياسي، هو 15 يوم في قبل العيد الأضحى. واستطاعت وزارة الأوقاف عن طريق وزارة التموين أن تشتري رؤوس الماشية وتقوم بالتعاقد معها على أن تورد لها هذه الرؤوس وتذبح يوم العيد أو في أيام التشريق الثلاثة، وهي حتى تكون مطابقة للسنة ومطابقة للشرع، وتكيسها وتعلبها وتجمدها وفق المجازر الآلية التي تحت إشراف وزارة الصحة، ثم تسلمها إلى وزارة الأوقاف في سيارات حتى تستطيع وزارة الأوقاف توزيعها على الأماكن الأكثر احتياجا والأكثر فقرا في جمهورية مصر العربية. وبناء عليه تم توزيع عمل عن طريق وزارة التضامن في قائمة البلاد التي تحتاج أكثر والأماكن التي هي أكثر فقرا على قاعدة البيانات التي أعطيت لنا من وزارة التضامن. قمنا بتوزيع هذه اللحوم على مستوى الجمهورية، وحتى بالأمس كان في توزيع وكان شاهده معالي الأستاذ الدكتور الوزير محمد مختار جمعة في مسجد الفتح فرانسيس. طيب اتفضلي. طيب ثواني فضيلة الشيخ لو سمحت، عشان دكتورة شيرين بس عندها تعقيب. أيوة، أنا لفت نظري أن فضيلة الشيخ قال أربع وزارات مش متضمنة، وزارة الزراعة بالزبط. اللي هي قطاع الطب البيطري بيشتغل من تحت قيادتها، بالإضافة أن فضلته قال التلاجات اللي بتشرف عليها وزارة الصحة، دي في هنا يعني جريمة. وزارة الصحة ما لهاش أي علاقة. أنا عايز أسأل سؤال دلوقتي، هي وزارة الصحة إيه علاقة؟ ما لهاش أي علاقة يا فندم. العربيات اللي اتمسكت بتاعة القوات المسلحة المزورة، العربيات المزورة مكتوب تحت إشراف الصحة، وده الاستيكر اللي خلاني بقلب جامد أمسك العربية. يعني وزارة الصحة علاقتها إيه بموضوع اللحوم؟ فين الطب البيطري يا فضيلة الشيخ في الموضوع ده؟ فين الدكتور البيطري اللي كشف على الاضحيه دي، الحاجه اللي اتعبت دي؟ فين قطاع الطب البيطري اللي كشف عليها؟ ده تهميش يا فندم لدورنا وتجاهل لدورنا تماما لدرجه لا اتخيلها انها تطلع من وزاره الاوقاف. يعني فين الجهات المعنيه بموضوع اللحوم؟ وخطوره يا فضيله الشيخ، وده اللي كنت بقوله لحضرتك في بدايه التليفون قبل ما اترك المجال لدكتوره شيرين، فكره انه دي كمان خطوره. يعني فين دور الطب البيطري هنا؟ يعني حضراتكم كلكم على درجه كبيره من الوعي والثقافه، وعلمائنا الاجلاء طبعا عارفين ان كل حد ليه مسؤوليه بيقوم بيها. فوزاره الصحه هنا يا فندم على وزاره التموين ولا وزاره التخطيط ولا وزاره الاوقاف، مع احترامي الكامل لكل الوزارات معنيين بموضوع اللحوم، المعنيه الوحيده هي وزاره الزراعه نتيجه لان الطب البيطري بيشتغل تحت قيادتها. احنا فين بقى من المنظومه دي؟ احنا في معلش، انا لو لقيت عربيات خاصه بوزاره الاوقاف هضطر ان انا امسكها كعربيات مخالفه. لم يتم الذبح تحت اشراف بيطري، ولم يتم التجميد تحت اشراف بيطري، ولا الكشف على هذه الاضاحي، يبقى انا همسكها وبعلنها اهو عربيات مخالفه بالنسبه لنا. فضيله الشيخ،
انا هتتكلموا انتوا الاثنين واسمحكم انا ولا لا يا فندم احنا اتكلمنا بعد كده. لا يا فندم احنا اتكلمنا وقلنا اللي عندنا وقلنا تعليقاتنا على كلام حضرتك ودلوقتي المجال لحضرتك ترد براحتك اتفضل. انا ارد يا ستي هذا الامر بيننا وبين وزاره التموين بروتوكول. احنا ما الا قمنا بتوزيع بجمع الاموال التي ستشتري بها الاضحيه وزاره التموين، ودورنا ان حصر في واحد جمع الاموال، اثنين توزيعها. اما المرحله من بعد جمع الاموال من شراء الماشيه، التعاقد عليها، ذبحها، المجزر الالي اللي حيشرف عليها، الاشراف الصحي، الاشراف الطبي، طريقه التخزين، طريقه التعليب، طريقه الفرز، طريقه التكييس، طريقه كذا، هذه مسؤوله عنه الوزارات المعنيه الاخرى، ولكن احنا تعاقدنا على شراء. لا بحضرتك ده كلام طب فضيله الشيخ، طب اتفضل يا دكتور مجدي اتفضل. لا يعني الحقيقه يعني حضرتك لم تشرف على ذبح ولم يشرف الطب البيطري ولا وزاره الزراعه على ذبح هذه الماشيه، يعني من الممكن جدا انها تكون مستورده واتحطت على انها بلدي او مريضه يا فندم او مريضه او فيها مشكله كبيره. يعني الاشراف البيطري ده شيء اساسي للذبح، بالاضافه لانه دي مسؤوليه واضحه المعالم وزاره الزراعه. نحن نثمن هذا الدور، واللحوم توزعت خلال الثلاث ايام الماضيه والحمد لله مرت بسلام. وطبعا يعني مش كل مره هتمر بسلام معالي فضيله الامام. نحن نثمن عن هذا الدور، انت تثمنه ونحن نقول انه ناقصه شيء حتى يثمن وحتى يكتمل. ناقصه اشراف طب بيطري واشراف وزاره الزراعه. نعم لا يتفق اطلاقا التخطيط والتموين والاوقاف غير معنيه بهذا الامر. يبقى احنا بنثمن كل محاوله، لكن لتكتمل المحاوله لازم تضم لها وزاره الزراعه المسؤوله اولا واخيرا عن الطب البيطري، المسؤول اولا واخيرا عن هذه. انا ربما بس قصرت في حق ضيفي الكريم يا فضيله الشيخ، ما قدمتوش لحضرتك الدكتور مجدي، ربما مش امامك كتلفزيون دكتور مجدي مرشد رئيس لجنه الصحه في مجلس النواب. يا فندم يا مرحبا دكتور مجدي، يا مرحبا يا مرحبا. واحنا هذا الدور دور وزاره الاوقاف، بدل ما كانت جلود الأضاحي في العام طبعاً الماضي طبعا فكرة جميلة جمعناها جلود الأضاحي كانت تتعفن في الشوارع، كانت وكانت وكانت تجمع هذه الجلود وتباع، وقد يحصل عليها أموالها الجمعيات، وقد تحصل عليها الأفراد، وقد تسخر الفكرة هذه الأموال. اسمعني أكمل يا أخي الفكرة التنفيذ بس تنفيذ. اسمعني يا أخي أكمل لو سمحت تفضل كمل. وكانت هذه الأموال تسخر، قد يكون لعدم استقرار مصر وعدم استقرار الأمن في مصر، وقمنا بجمعها واشترينا بها سيارات أسعاف، ست سيارات، وأهديناها لوزارة الصحة، وتبقى مليون وربع أعطيناه لمرضى لوزارة الصحة. حضرتك بتتكلم في نقطة مختلفة تماما، وبالتالي مضطرين نقاطع المنابر، ولكن تريد أن تقدم شيء للمجتمع، فينبغي ألا نقلل هذه التواعد ولا نقلل من شأنها. ولكن إذا كان هناك ثمة دور للطب البيطري ينبغي أن يكون له دور كذلك، وأكيد الوزارة وزارات المعنية الأخرى، التضامن أو التموين. لا مش معنية، لا معلش انتوا مش معنيين يا فندم، مش معنيين. منظومة الذبح، ذبح اللحوم يا فندم وتجهيزها، ده مش معنيه بيها الا وزاره الزراعه عن طريق الطب البيطري فقط لا غير يا فندم. فضيلتك يراعى هذا مستقبلا، الفكره رائعه لكن يراعى. نتمنى ان تكتمل الرؤيه كامله وتكون جميع مؤسسات الدوله، نحن نريد ان نعيد الثقه الى مؤسسات الدوله. نريد ان تتبنى هذه الافكار للجمعيات الخيريه، ولكن ولا الافراد ولا اهل الخير تمام. ولكن نريد ان تتبناها الوزارات، تتبناها مؤسسات الدولة، وهذا ما عمدنا إليه. وأعتقد أن وزارة الأوقاف نجحت في هذه المسألة إلى حد ما. في 15 يوم تجمع 15 مليون جنيه، هذه ثقة من أئمة وزارة الأوقاف في قيادتها، ثقة من الشعب المصري في وزارة الأوقاف، هذه إعادة للثقة في مؤسسات الدولة. فضلت الشيخ معلش أنا بس هناك خطأ في التنفيذ. لا ما هو ما أنا عايز أقول كده، يعني الحقيقة كلام فضيلة الشيخ، احنا ما بنقولش فيه عدم ثقة، احنا بنقول ان النية سليمة والقصد سليم والغرض سليم جدا، التنفيذ ينقصه الإشراف
الطب البيطري المعني الأول صح. والأخير صح. بذبح هذه الأضحية. وعذرا فضيلة الشيخ، المرة الجاية ترعى يا فندم. فضيلة الشيخ يعني عذرا واسمح لي يعني أرجوكوا يعني بس ليه 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 نستشعر من حضرتك إنه إحنا يصعب علينا إن إحنا نعترف لو في خطأ حصل نعترف به؟ ما هو ده خطأ يا فندم. نعم 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 يا أستاذة، لو الخطأ مني سأعترف به على الفور، لكن أنا قلت لك أن دوري ينحصر في واحد اثنين. دوري ينحصر في واحد اثنين. أنا واحد. ما هو بين واحد واثنين يا فندم في مرحلة تانية هنا وقعت مننا في النص يا فضيلة الشيخ. وقعت يسأل عنها من أوقعها. يا مولانا. يسأل عنها من أوقعها. ألو. يا فضيلة الشيخ، يا فضيلة الشيخ، يعني بين 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 واحد اللي هي اختيار المواشي. واختيار المواشي يا أستاذة منى. فضيلة طيب. الشيخ طبعا. بيقول الأضحية اتوزعت ومر بسلام. فضيلة الشيخ يعلم ان لو ضرنت سل واحدة وسيادة النائب الطبيب معانا ضرنت سل واحدة تم استهلاكها عن طريق أسرة، ايه المصيبة اللي انا قدمتها للبلد؟ انا مش بقول ده خطأ، انا بقول دي جريمة، جريمه ولا بد ان يحاسب المسؤول عنها. دي جريمه. هي كلمه دي جريمه. احنا ليه صعب قوي يا دكتور نعترف بالخطا؟ يعني انا لولا طرحت الموضوع ده ما كناش احنا عرفنا كل القصص. كلمه واحده تفصل، ولولا الاعلام ظهر اللي انتوا بتقولوه كاطباء بيطريين. والحقيقه بس انا عايز اقول الدور كمسؤول بقى في وزاره الاوقاف او يعني كلمه واحده بس فعلا فاتنا هذا، وعلينا ان نتعظ، وعلينا ان نعمل المره الجايه على ان تكون الزراعه وهذا خطا. اذا قال كده يبقى هيتصلح. طيب. اذا ما قالش كده يبقى المره الجايه برضو هتبقى التمويل والتخطيط والاوقاف. طيب هناخد اصرار على الخطا. طيب اسمحوا لي انا فضيله الشيخ يعني جابر الطايع، الحقيقه انا يعني براجع المكالمه دلوقتي في بالي سريعا كده، انا مش شايفه ان في اي حاجه تسيء لحضرتك لشخصكم الكريم ولا لهيبه وزاره الاوقاف اللي بنجلها ونحترمها جميعا. احنا بنقول لو في خطا نعترف بيه، مش عيب، احنا بشر بنخطا. حضرتك بتقول انا دوري كوزارة اوقاف بعد المرحلة الاولى والتانية. لا يا فندم، عفوا، ما هو في النص هنا في لحوم احنا مش عارفين اتذبحت ازاي، مش عارفين سلامة اللحوم دي اصلا ازاي، مش عارفين اي حاجة يا فندم. فيعني احنا برضو عايزين نفهم من بعد المرحلة التانية وبعد صكوك الاضاحي وبعد كل الكلام ده المواطن بياكل لحمة شكلها ايه؟ من حقنا نسأل فضيلة الشيخ. في خبر عاجل دلوقتي، بس في خبر عاجل ثانيه واحده بس، يعني طيب. طبيبه غلبانه يعني رامية حموله على ربنا قالت الكلمه دي. هي وزاره الزراعه، وهرجع تاني لوزاره الزراعه، ما انا ماشي لعلمها موضوع الاضاحي بتاعه الغالبا لا. غالبا يا ناس بقى، يعني حد يحط لي عقل فوق عقل؟ غالبا لا، يعني ما مش فاهمه. غالبا لا. طيب في خبر عاجل الحقيقه وردنا حالا دلوقتي عن وزير التموين الدكتور علي محمد علي مصلحي، يقيل رئيس مجلس اداره الشركه القابضه للصوامع ورئيس جهاز تنميه التجاره الداخليه. خبر عاجل جاءنا الآن، وزير التموين يقيل رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة للصوامع ورئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية. إذا كانت هذه خطوة تجاه تصحيح المنظومة، منظومة التموين بما بها خصوصا الصوامع طبعا والقمح وما بها من فساد، فيعني نعتقد ان دي بشده بصراحه طبعًا. لانه هو لسه جديد ولسه ماسك الوزاره دي، مش هنحمله كل الاعباء اللي فاتت. وبقول له يا سياده وزير التموين نظره حضرتك لما يحدث في مجال اللحوم اللي الوزاره مسؤوله عنها، نظره فيما يحدث في مجال المجمعات الاستهلاكيه، وانا معايا تقرير يا فندم كامل من بعض المجمعات وفي ارقى المناطق، نظره لموضوع الجزار اللي بيشتغل جوه المجمعات الاستهلاكيه وهو يعتبر موظف حكومي، ما يقدرش يرمي حته لحمه واحده معفنه علشان دي هتبقى مسؤوليته الماديه وعقدته، فبيضطر طيب. يفرمها. احنا هناخد دكتوره ندى، ارجوك يا شباب انا عايزه فيديو فيديو مجزر المنيب، مش معقول يبقى معايا الحلقه دي كان لازم تبقى اربع ايام، اربع ايام منه دقيقه واحده بس. خطوه كويسه الحقيقه من وزير التموين برضو الواحد عايز يمشي بيها طبعًا. وللاصلاح يعني ده خطوه كويسه قوي، ونتمنى خطوات بهذا الشكل يعني نتمنى اعتراف بخطا واصلاح. طيب خلينا ناخد اتصال الحقيقه، جات لنا استغاثه في صباح دريم من طبيبه في طلخه اعتقد في الغربيه، بتتحدث عن أمور غريبة جدا ما كانش ينفع نسمع عن الموضوع وما نطرحوش لحضراتكم، عما يحدث في بعض الأندية النقابية في الغربية، وأنه في عصابات من البلطجة بتسيطر على هذه الأندية. قصة غريبة جدا الحقيقة. دكتورة ندى الخربطلي، صباح الخير يا دكتورة. صباح الخير أستاذة منة. يا أهلا. صباح الخير، وأنا يعني شاكرة جدا على قبول استغاثتي
صبح طبعا على الدكتور مجدي والمفتشة الجريئة الدكتورة شيرين. باختصار شديد يا دكتورة، أنا هستأذنك في الاختصار لأنه إحنا وقتنا تقريبا انتهى، معلش. جدا أنا عارفة أن خلاص الساعة 11 تمام. أنا طبيبة بيطرية في المنصورة مش في الغربية، بس تصحيح بسيط تمام. أنا تعرضت يعني لبلطجة شديدة جدا في النادي بتاع نقابتي من المفروض المتعهد اللي واخد النادي تمام. أنا كنت في يوم 13/8 مع والدتي وأطفالي صغيرين من